وللوقوف عند التطورات الفلسطينية ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة. سيد صلاح الدين، مرحبا بكم. المندوبة الأمريكية الدائمة في المجلس الأمن الدولي نيكي هيلي تقول إن حركة حماس هي من يتحمل كل ما يجري في غزة من أوضاع مرعبة، كيف ترون ذلك؟ هذا طبيعي وليس مفاجئا، الموقف الامريكي الصهيوني وهذه المندوبه تحديدا التي تعهدت بان تضرب كل من يقف ضد اسرائيل او يعارض اسرائيل بالحذاء اثناء الدعايه الانتخابيه لترامب الذي جاءت من ضمن فريقه وتسلمت هذا المنصب في الامم المتحده. هذه امراه عنصريه حاقده تكره الفلسطينيين وتكره العالم وتكره نفسها. طيب، وبالتالي ليس مفاجئا ان تتحدث مثل هذا الكلام. طيب، رياض المالكي وزير الخارجيه الفلسطيني يعني يشدد على ان الدبلوماسيه الفلسطينيه ستعمل كل ما بوسعها لضمان مساءله ومحاسبه مجرمي حرب الكيان الصهيوني. اولا، هل بقي مجال للدبلوماسيه كي تفتحون حوار مع الكيان الصهيوني؟ ثانيا، كيف يمكن محاسبة ومساءلة الكيان الصهيوني؟ حقيقة في الجانب الدبلوماسي والجانب الدولي والحقوقي هناك مجال كبير لمحاسبة الكيان الصهيوني، وأثبتت التجارب سابقا بأنه يمكن ملاحقة الكيان الصهيوني. وفي أكثر من مجال، هناك دول أوروبية أصبح قادة صهاينة لا يستطيعون دخول إلا بتنسيق مسبق حتى لا يتم اعتقالهم، وهناك مسؤولون تم إيقافهم في مطارات في أوروبا. وبالتالي مجال ملاحقة القادة الصهاينة في العالم ما زال مفتوحا. السلطة الفلسطينية قصرت كثيرا في السنوات الماضية بأن لم تنضم إلى المؤسسات الدولية، إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقاعست عن ملاحقة الصهاينة لحسابات تتعلق بالسلطة وبتمويلها وبارتباطاتها بإسرائيل. تعلم بأن السلطة تعيش تحت رحمة الاحتلال وميزانياتها مرتبطة بالاحتلال، لذلك السلطة وإن تحدث المالكي بشكل جيد عن ملاحقة الكيان الصهيوني إلا أن السلطة أيضا نعرف بأنها تتراجع في اللحظة الأخيرة، والسلطة هي من سحب تقرير جولدستون سابقا ضد الكيان الصهيوني. لذلك كلام جميل لكن التصرفات ليست بنفس المستوى. طيب سيد صلاح، ضمن هذا الإطار، إلى أي مدى ترون أنتم أن مشروع القرار الأممي لحماية الشعب الفلسطيني يمكن أن يوقف نزيف الدم الفلسطيني؟ هل تعولون على الأمم المتحدة؟ ما زلتم كذلك سيد صلاح؟ ما لا، لو كان الفلسطينيون يعولون على الأمم المتحدة لما حملوا السلاح ولما قاوموا ولما خرجوا إلى الجدار يلقون بأبنائهم في مظاهرات على الأسلاك الشائكة ويلقون بأنفسهم للموت. لو كانوا يعولون على الأمم المتحدة لبقوا ينتظروا الأمم المتحدة 70 سنة أخرى. فمنذ 70 سنة الأمم المتحدة قررت بعودة اللاجئين ولديها سلسلة قرارات ضد الاحتلال، لكن هذه القرارات لم تخدم القضية الفلسطينية ولم تخدم الفلسطينيين إلا ببعض الشرعية لاستمرار الفلسطينيين في النضال. لذلك الشعب الفلسطيني يتحرك ولا يعول بالكامل على الأمم المتحدة، ولكن أيضا نستفيد من المواقف الإيجابية في الأمم المتحدة مثل موقف الكويت ومواقف بعض الدول الحرة والدول المنصفة. على ذكر موقف الكويت سيد صلاح الدين، على ذكر موقف الكويت، يعني قررت أن تذهب بالمشروع للجمعية العامة للأمم المتحدة فيما لو تم تمرير هذا القرار، إلى أي مدى ترى إمكانية التنفيذ سيد صلاح؟ هو ممكن مرور القرار في الجمعية العامة كما مرت قرارات أخرى، يعني أصبح هناك دولة فلسطينية في الجمعية العامة، لكن نعرف أن الجمعية العامة توصياتها مجرد استشارية وليست إلزامية ولا تملك الأنياب لتفرض قراراتها، لكن هو يعتبر إنجاز دبلوماسي لكل من يعمل في أروقة الأمم المتحدة. هذا يعتبر إنجاز دبلوماسي ويعبر عن شرعية القضية الفلسطينية عندما يصوت أغلبية شعوب العالم وأغلبية دول العالم يصوت لصالح القضية الفلسطينية. هذا يعطي نوع من الشرعية، وهذا أيضا يضغط على الاحتلال وإن لم يغير الواقع. وأنا أتابع شؤون الاحتلال وردود فعلهم على التفاعلات الدولية مع الأحداث في غزة،
هذا عامل مساعد، هذا مثل الرأي العام الدولي ومثل نعم سيد صلاح. الإعلام والتغطية، كل ذلك يساعد الفلسطينيين في قضيتهم. من اسطنبول المتخصص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، شكرا جزيلا لكم.